من الأكلات الشهية في رمضان السمبوسة. فما قصة السمبوسة؟ السمبوسة أو اكتبها إن شئت بالميم سمبوسة أو السمبوسك، وهو اسم فارسي يعني الفطيرة المثلثة، وتشتهر في جنوب شرق آسيا باسمها الهندي ساموسا، وفي المغرب تسمى بريوات وبورك في الجزائر. لا أحد يعرف بالضبط من الذي ابتكرها وأين بدأت، فيقال إن موطنها الشرق الأوسط ووسط آسيا، إلا أن من أقدم ما كتب عنها أبيات إسحاق الموصلي الذي توفي في منتصف القرن التاسع الميلادي 767 وحتى 850، إذ يقول: يا سائلي عن أطيب الطعام، سألت عنه أبصر الأنام، اعمد إلى اللحم اللطيف الأحمر، فدقه بالشحم غير مكثر، واطرح عليه بصلا مدورا وكرنبا رطبا جنيا أخضرا، حتى يقول: وصب في الطبق زيتا طيبا، ثم اقله بالزيت قليا عجبا، وكله أكلا طيبا بخردل، فهو ألذ المأكل المعجل، فهو ألذ المأكل المعجل. أما الرحالة بن بطوطة في القرن الرابع الميلادي من 1304 وحتى 1377، واصفا مائدة دعي إليها في مدينة ملتان التي تقع حاليا في باكستان، ثم يجعلون شيئا يسمونه سموسك، وهو لحم مهروس مطبوخ باللوز والجوز والفستق والبصل والأبازير، موضوع في جوف رقاقة مقلوة بالسمن، يضعون أمام كل إنسان 5 قطع من ذلك أو 4، ثم يجعلون الأرز المطبوخ بالسمن وعليه الدجاج. كما أن كتاب الطبخ الفارسي نعمة نامة نصير الدين شاهي أو كتاب مأكولات نصير الدين شاهي من القرن 16 الميلادي أورد وصفا لطريقة تحضيرها ورسما توضيحيا لتقديمها. تتكون السمبوسة من رقاقة العجين توضع بداخلها الحشوة التي تحضر من الخضار واللحوم والبهارات، وتختلف الحشوة باختلاف المناطق والأذواق. صارت السمبوسة جزءا من التراث الثقافي لعدد من البلدان، وجزءا لا يتجزأ من طعام الشارع التقليدي في عدد من الدول، وصارت جزءا من حياة الناس. وأخيرا، هل تعرف أن أكبر سمبوسة سجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية أعدتها منظمة مسلم إيد البريطانية في أغسطس 2017، ووصل وزنها إلى 153 كيلوغراما، واستخدم فيها 400 لتر من الزيت، وتم تقديمها إلى المتشردين في لندن. انتهت الحلقة. هل تشعر الآن بالجوع؟